في هذه الخيام التي لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يصوم هؤلاء النازحون في مخيم التاح قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب شهر رمضان في ظل أوضاع إنسانية صعبة. والله عايشين عايشين من قلت الموت. ايش رمضان؟ احنا رمضان مر علينا، رمضان هون رمضان صعب علينا، مر علينا رمضان. انا صار عمري 53 سنه ما مر علي مثل رمضان عم يعيش هون بالمخيمات. وضعنا صعب، جوع، عطش، شوب، برد. لسنا بخير، كلمتان عبر من خلالهما النازحون هنا عن حجم معاناتهم بعد سنوات طويله من التهجير والاقامه الجبريه في المخيمات. احنا لسنا بخير طبعا، احنا الاطفال النساء الكبيرين اللي باركين بالخيام اوقات صعبه. هاي الناس اللي بارك اليوم هي كانت ناس اعزاء كرام، الى كرامتها والى هيبتها. طبعا يحوي بكل صفوف المخيم هناك الدكتور وهناك الصيدلي. النازحون في هذه الخيام يتذكرون في كل رمضان كيف كان يمر الشهر الكريم عليهم وهم أعزاء في بيوتهم قبل أن تهجرهم قوات النظام، ويؤملون أنفسهم بانتهاء أسباب تهجيرهم وعودتهم إلى مدنهم وقراهم. بحب أن أرجع بلادي وحن هناك ببلادي وأعمل أكل اللي بريدها هناك ببلادي، داري طبعا، وفرح أولادي وأشبه ناقص لأولادي جبل هون طعمي هون، كنت طعمي هون أفخر أكل. هلق بحتار أش بدي أسوي لهون أكل، وعن نار طبخة كله عن نار، جرت الغاز ما بعرف شلون شكلها. بعد أكثر من 12 عاما تستمر معاناة مئات آلاف النازحين في مخيمات الشمال السوري، وتستمر معها محاولات التخفيف عنهم دون حل جذري يعيدهم إلى قراهم وبلداتهم.